بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أتوجه بالشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية لإتاحة الفرصة للقاء بحضراتكم، وبشكر وبشعر بسعادة لدى وجودي في أسيوط وفي محافظات الصعيد. أعتقد أن ما فيش محافظة من المحافظات ما رحتهاش بالتحقيق بالعديد منها. الحديث عن الموضوع هو ثقيل على الناس، دائما الحديث عن الضرائب هو ثقيل على الناس، وإذا كان الإنسان كاره للضريبة في أعتى الديمقراطيات فكيف يكون الحال مع الدول النامية ده من حيث المادة. الحقيقة اللي أنا أحب في البداية أن أنا أؤكدها بالتأكيد أن يعني الخلاف مع دولة هو مبعثه دائما الغيرة والرغبة في صورة أحسن، لأن أنا أعتقد وأنا اتحركت كتير أن مصر بمفرداتها تملك مقومات النجاح، علشان كده هو مبعثه الغيرة، الخلاف مبعثه الغيرة أكتر منه عبارة تحريض. ويمكن الحديث عن الضريبة قولا واحدا، لن توجد عدالة اجتماعية من غير عدالة ضريبية. لا توجد عدالة اجتماعية من غير عدالة ضريبية، العدالة الضريبية هي الركن الركين في العدالة الاجتماعية. ويمكن أنا كنت في ندوة في الجامعة الأمريكية وكان المتحدث فيها أجنبي، كان عنوانها الفرص غير المتكافئة. فأنا تصورت إن أنا رايح أسمع حاجة يعني هجيب إيه اللي هجيب سيرته ده، بقيت المنظومة أيمن حتى القيام بهذا الدور أساسه هو النظام الضريبي اللي قايمين، يعني اللي هم بيتحركوا واللي بتعيش بيه الدول المتقدمة، وده بيأكد لي أهمية الضريبة إن لا توجد عدالة اجتماعية من غير عدالة ضريبية. الحاجة الثانية إن فكرة العدالة نفسها دائما يتحدثوا أن العدالة ليست في تحصيل الضريبة. يعني إيه العدالة ليست في تحصيل الضريبة؟ أنت كسبت تدفع ضريبة. وهنا ممكن نتكلم في حجم الضريبة والعبء الضريبي. لكن أنت كسبت تدفع ضريبة، ما العدالة فين؟ العدالة إن أنا إزاي أوظف هذه الضريبة؟ إزاي أنفقها بما فيها حتى الإنفاق على الاستثمار؟ باعتبار ان دائما زياده الاستثمارات معناها زياده الانفاق العام، من اين يتم تمويل يعني هذه الاستثمارات او الانفاق على هذه الاستثمارات؟ عشان كده اللي انا باكد عليه الاول اهميه الضريبه في حياتنا وفي تغيير شكل المجتمع المصري، وان احنا محتاجين يعني نقرب من بعض، وانا بقول نقرب من بعض بتكلم على يعني على دوله وعلى مواطن، لان من غير مساحه القرب دي اعتقد ان هتبقى في مشكله في التطبيق. الحاجه الثانيه ان لن يكون هناك اصلاح ضريبي حقيقي الا باصلاح خاص بالمشروعات، نظام الضريبه الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، لان هو ده اللي هيعمل انضباط. الخساره الحقيقيه التي تخسرها الدوله في عدم وجود نظام هي ليس فقط الخساره اللي تخسرها نتيجه ان في واحد في القطاع غير الرسمي بعيد مش موجود هنا، لا، ده بيبقى فيه تهرب رأسي نتيجة بعد هذا القطاع في القطاع الرسمي نفسه. وبالتالي الحقيقة يمكن يعني أتفق يعني نقطة البدء أو الإصلاح الضريبي الحقيقي يكون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظام ضريبي ملائم. طب هي إيه مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ هي مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن محدش فيهم يعرف العبء الضريبي قد إيه. محدش قادر يحدد العبء الضريبي قد إيه. وممكن ينزل له واحد يعمل له 100 وينزل له واحد تاني يعمل له 100,000. فمش قادر. هي دي المشكلة الحقيقية. قلبي معاك، قلبي معاك، قلبي معاك، قلبي معاك، أنا حاسس بيك. بس ما تسألش في الآخر يقول لك لا طب ما كان رئيس مصلحة ما عملش كده ليه؟ أبقى أقول لك لوحدي. فالمشكلة الحقيقية الحقيقية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان هو مش قادر يعرف العبء الضريبي قد ايه، لو عرف العبء الضريبي قد ايه بالتأكيد ان هتبقى المسألة. وهنا يوديني بقى لجزئية مهمة، أنا بسمع كلمة الإعفاءات أنا بعتبرها نوع من أنواع الاستعمار الفكري، إحنا بنتحدث دايماً عن الإعفاءات زي ما تحدثنا عن العفو الضريبي قبل كده، واتعمل في قانون 91 واتعمل في قانون 11/2013 ولم يأتي أحد من القطاع غير الرسمي. المشكلة دايماً ليست لا في العفو ولا في الإعفاءات، أمال المشكلة في إيه؟ إن أنا بحسن علاقة وبعمل عبء ضريبة ملائم يتناسب مع وبدي حوافز موضوعية يكون لها تأثير فعلاً حقيقي على المشكلة. دي المشكلة الحقيقية.
لان العلم الضريبي غير المؤكد بالتاكيد هو الراجل قاعد بعيد هيجي يوجع دماغه ليه؟ حتى لو قلت له تعالى خد 3 سنوات ولا 5 سنوات، طب وبعدين؟ ما انا بعده 3 سنوات او 5 سنوات هرجع برضه اخش في الدايره اياها، علشان كده لابد من وضع نظام ضريبي. طيب كلمه اعفاء هي ليست بالمدلول اللي احنا كلمه اعفاء عندنا معناها انه ما يدفعش ضريبه خالص او الحافز الضريبي ده، هم بيسموه التخفيف الضريبي، وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. هو في صورتين للتخفيف الضريبي او الحوافز في مجال الضرائب، طبعا نهينا عن الحوافز غير الضريبيه، نوع الاعلان الاعفاء اللي احنا نعرفها، وده تقريبا يعني ما بقاش موجود، ومع النماذج الحديثه خلاص يعني بدأ طريقه الاعفاء حتى مع الاتفاقيات لا تطبق، يعني اخر تعديل اللي مرت عليه مصر في 9/6/2017. امال بيعملوا ايه؟ بيعملوا فكره الائتمان الضريبي، وانا عشان اوضح فكرتي اوضحها على سبيل المثال المشروعات الصغيره والمتوسطه، احنا عمالين نتكلم على التمويل. معنى كده ان انا عندي المشروعات الصغيره والمتوسطه هناك جزء من التمويل عباره عن قروض وجزء اخر عباره عن ايه؟ طب انا معايا فلوس وعايز استثمر. عايز استثمر. طب انا ما اتمتعليش بميزه ليه؟ يعني هل ده هو هياخد ميزه اللي هياخد سعر مخفض مثلا في القرض وانا هدفع من معايا ما اخدش؟ من هنا خرجوا على سبيل المثال ما عندهمش حاجه اسمها ان انا بعمل سعر ضريبي مخفض، سعر فايده مخفض. هو بيعمل ايه؟ انت النهارده عايز تستثمر وانا عايز اشجعك على انك تختار. ببساطه شديده انا هشيل عنك معدل الفايده، الحافز بتاعي ان انا هشيل عنك معدل الفايده. ازاي؟ ان هو بيعمل حاجه اسمها النوشنال انترست الاونسز او اللي هو ائتمان ضريبي، بمعنى انه بيعمل ايه؟ انه بيجي يقول المشروع الصغير اللي هياخد قرض، القرض بكام؟ مثلا هياخد بالمعدل العام، لان سعرين في اي حاجه معناها سوق صوره، حتى في فوائد البنوك. معناها سوق صوره ومعناها انه ممكن تروح لواحد ما يستحقهاش. بيقول لك يحافظ على معدل الفايده. لو ما هيعمل ايه؟ انت النهارده استثمرت 1,000,000 وانا اديتك بالمعدل العادي 10، دفعت كام؟ 100,000. انا بديك ائتمان ضريبي، الضريبه اللي حاططها عليك بخصم منك في حدود ال 100,000. طيب انا من فلوسي، انا راجل معايا فلوس مش عايز استلف، اخد ولا ما اخدش؟ برضه اخد، ادينه معدل فايده حكمي، اصبحت الحوافز هنا. طب انا حققت ربح اكتر من كده؟ خلاص، ما انت حققت ربح وانا صرفت لك كل ده عشان تحقق ربح، فاعتقد ان الواجب الوطني ان انت تدفع جزء من هذه الارباح اللي بتزيد عن الحافز للضريبه، وبالتالي دي المنهجيه اللي، وانا اعتقد ان كان في حوار مع بعض المعنيين واحدين او مشروعات صغيره ومتوسطه كانت الفكره دي مطروحه، واعتقد ان كان فيها استحسان. وبالتالي عايزين ننسى بقى موضوع لان اللي ما بيدفعش ضريبه ده معناه واحد بيصرف عليه. والارقام بتتحدث، المرتبات الخاص مع الموازنه 12.7، الشركات بتساهم حوالي 10.2. اذا ضريبه المرتبات اكثر وبالتالي ما بتدفعش ضريبه معناها ان واحد بيصرف عليك. دي الجزئيه. طيب المشروعات الصغيره ايه بقى قصه المشروعات الصغيره؟ هي هم بيتعاملوا دايما كلمه صغير، هو صغير بس الصغيرين حتى الصغيرين مش زي بعض، هو صحيح مختلف عن الكبير لكن حتى الصغيرين مش زي بعض. وده حتى موجود مع معايير المحاسبه. يعني في المشروعات الصغيره، يعني انا راجل بشتغل في بورصه. هتقول لي انا راجل صغير، انت صغير لكن الضوابط اللي انت بتشتغل عليها الافصاح والشفافيه مختلف عن شخص بيشتغل صغير تاني بنفس القدر. وده يمكن حتى معيار المحاسبه المشروعات الصغيره المتوسطه المصري اللي موجود يقول الكلام ده. انه بدا يخرج بعض الانشطه من النظام المحاسبي الخاص بالمشروعات الصغيره، يبقى انا عندي جزء من هذه المشروعات الصغيره ده لابد ان هو يلتزم بالقواعد العامه فيما يتعلق بفرض الضريبه واشتغل معاه. طيب الجزء الثاني ايه؟ برضو انا واحد، صحيح انا ما بشتغلش البورصه لكن انا بختارت اموال. هو مش مطلوب النهارده ان انا احمي الدائن، حتى يمكن موضوع شركه الشخص الواحد ليه اثار ضريبيه، يعني مش عايز اتكلم عليها، لكن على الاقل انما برضه هو هيبقى النهارده هو الراجل هيبقى مسؤول في حدود اموال الشركه. طب الدائنين مش مطلوب ان انا احافظ عليهم، علشان كده بيطلب منه نظام ضريبي هو بسيط، لكن لابد ان يتوفر، مفيش التزام بالمعايير، لكن لابد ان يتوفر قدر من الافصاح
والشفافيه الهدف منه ليس لعب الضريبة، وانما الهدف منه هو حمايه الدائنين طالما ان هو بيعتمد على اموال مقترضه. النوع الثاني ان انا بتكلم على مشروعات صغيره اللي هي يعني الراجل اللي هو صغير بيبيع اي حاجه، ده دايما يشتغل معاه مع الضريبه القطعيه. الضريبه القطعيه، كلمه ضريبه قطعيه بمعنى ايه؟ هو بيشتغل معاه بيشتغل بنظام مفيش حاجه اسمها مفيش مستند. فالمستند بالنسبه لك اما كفايه عليك الفاتوره اللي بتشتري بيها، مش كنت بتشتري فاتوره او على الاقل اذا كنت بتبيع يبقى انت المفروض بتعمل فاتوره والفاتوره دي بتاعتك، بحيث ان هو بيشتغل على ما يعرف التيرن اوفر تاكس او الضريبه اللي بتحدد على اساس رقم الاعمال، اللي هي في الحاله دي بقدر احددها طبعا بسعر مختلف تماما عن السعر الموجود. وهنا اتصور ان انا لو خدت الفكره دي على سبيل المثال، هنا اصبحت المشروعات الصغيره والمتوسطه طالما ان هو بيوفر المستند هو قادر على تحديد وعلى الضريبه، المساله بالنسبه له بقت بسيطه. مساله ممارسات الاداره الضريبيه انا بالتاكيد انا 40 سنه فيها، وبالتاكيد مهما زعلت منها انا بحبها، لكن احنا دايما السلبيات بنحملها على الاداره الضريبيه على خلاف الحقيقه. لكن لما بنحط نظام زي دون نظام منهجي خلاص انت بتأيد حتى فكره الفحص بالعينه. مثلا على سبيل المثال احنا مشكلتنا احيانا ان احنا بناخد تجارب رائده بره ونيجي نطبقها هنا، بس زي ما بوصفها دايما في موضوع الفحص بالعينه وموضوع الاقرار الضريبي والكلام ده، هو نظام جيد لكن دايما بقول هو نبت جيد خطرات ارض جوه. ليه؟ لان كل الدول اللي بتاخد بيه فحص بالعينة لا يمكن القول بان في فحص بالعينة في حالة تقديرية، ما ينفعش، مش موجودة فائدة. نفس فكرة الخصم الضريبي اللي احنا خدنا بيه، لا يوجد خصم ضريبي مع برضه مشروع مع حالة تقديرية، وبالتالي ان نظام محتاجين نظام يراعي هذا البعد. طيب اللي هيشتغل طبقا للقواعد العامة، اعيد واؤكد ان احنا مشكلتنا دايما بنعمل اصلاح من فوق ما بنعملش اصلاح من تحت. يعني ايه اصلاح من تحت؟ هو المفروض ان انا لو دخلت المشروعات الصغيره تحت نظام خاص مش هستفيد مثلا بنظام الخصم الضريبي اللي موجود، لان دايما مع الضريبه القطعيه خلاص بتبقى ده عبء ضريبي محدد. امال ايه؟ انا الاوان ان احنا المشكله الحقيقيه وبصفه خاصه التعارض في مجال الضريبه على المبيعات، ان رقم الخضوع للضريبه الوضع اللي موجود حاليا بيخليك دايما انك انت ما تظهرش رقم الاعمال بتاعك، وبالتالي لابد من التفكير في اصلاح من تحت. بمعنى الاعباء اللي عليه ليه ما تزيدش، ما تبقاش 25 و30، بالعكس مش هتؤدي الى تخفيض وعاء الضريبه، دي هتؤدي الى زياده لانها هتزود الافصاح وهتخليك عندك القدره والشجاعه ان انت تظهر رقم الاعمال بشكل اكبر. اخر حاجه 14% عادي ده ضريبة على القيمة المضافة. عادي معاك وأنا بأيدك. آخر حاجة الكلمة اللي قالها الدكتور زياد، وأنا أعتقد إن مصر لن تنصلح حالها إلا بإصلاح مؤسستين. الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وكلمة نعم؟ طب حضرتك قلت الأحزاب. حضرتك اتكلمت على المنظمة. لا ما أنا قلت دي على لساني أنا. لكن أنا عايز أأكد حقيقي لن يكون من غير احزاب ومن غير منظمات المجتمع المدني انا يعني ما عنديش امل. ويمكن انا اتحركت كتير في مؤتمرات وفي موضوعات معقده جدا وتعد نوع من انواع الطرف الضريبي، ومع هذا الاقي منظمات المجتمع المدني قاعده في حديث عن الضرائب. يعني اامل ان شاء الله ان احنا نسترد الهويه المصريه ونحاول قدر الامكان. رحب بالسيد الدكتور ياسر محافظ المحافظ السود. تفضل تفضل يا فندم معانا الدكتور ياسر. السلام عليكم. تفضل. لا ما انا قلت على سامي قلت لها السلام عليكم.
بعد ترحيب سياده المحافظ اعيد بس التاكيد ان ده كان على لساني انا، لابد من يعني من غير احزاب ومن غير منظمات مجتمع المدني اعتقد ان احنا لن يتم اصلاح ضريبي. اتحدث في مجال الاصلاح الضريبي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله. أولا أكمل اعتذاري للجميع لجميع الحضور، أنا معتذر جدا الحقيقة. أنا كنت مهتم جدا إن أكون حاضر من أول اليوم، كنت سعيد جدا بمبادرة دكتورة عبلة الحقيقة، هي مكلماني من حوالي 3 أسابيع منسقين على الحدث اللي بيتعمل المؤتمر ده، حاجة تحفة حاجة جميلة جدا. أنا شخصيا كنت خايف جدا إن الموضوع كله يكون ماشي بطريقة سلسة، معلش أنا بعتذر، كان يعني هو التزام جه فجأة. بعتذر طبعا بكل الزملاء، طبعا السادة اعتذاري الكامل، أنا بعتذر للجميع، معلش تأخرت إن شاء الله، مرة ثانية هستنى معاكم إن شاء الله. شكرا. هنستكمل الجلسة دكتور مصطفى خالص، احنا هنفتح الأسئلة لفقرة محدودة جدا، احنا هنكون عندنا بريك دلوقتي. هطلب بس طلب لو سمحتوا ان الأسئلة تكون فيها يعني لها علاقة بالكلمات. ليه؟ لأن كل الجلسات اللي جاية حلوة، كل جهاز من الأجهزة بتاعت الدولة موجود هنا، وبالتالي احنا ممكن هنوجه إليه أسئلة مباشرة، فلو في تعليقات يا ريت تكون لها علاقة بالكلمات اللي جاية. الدولة مشكورة بالقوم بتسهيل الإجراءات والإشراعات البسيطة الممتازة.
المعهد الاداريه كويس، التدريب كويس، المعهد التمويليه بتخرج من الدنيا كويس، بدون العامل المدرب كل ده بينهار. لازم العماله المدربه تطلع في جيده من التعليم الصناعي، تدخل عام يعني شاب 14 سنه التعليم الصناعي ما يعرفش حاجه، بعد ثلاث سنين احسن من سنوات عمره يطلع ما يعرفش حاجه. فهنا مشكله، مش مشكله تمويل وفلوس، مشكله الدوله مع التعليم. ودي اهم حاجه في الدوله، ودي لو نجحت مصر في اداء العمل الجيدة في ليبيا تبقى يعني هتعمل، العراق هتعمل، سوريا هتعمل، بريطانيا هتعمل، عاوز عمال، مش هينفع العمل المصري بالطريقه دي. زادت فرصه مصر لتصدير اوروبا، يعني جربت تجربه شخصيه كانت ممتازه، الفاشل فيها العماله الغير مدربه. يعني مش حكايه تمويل ولا اداره ولا ده. شكرا على النقطه. عشان نرجع ورا بقى شويه. يعني باختصار شديد، ها؟ السلام عليكم. وليد مختار، محافظة المنيا، استثمار المحافظة. أنا بس سؤالي للدكتور زياد هاج دي بالنسبة لقانون 15 لسنة 2017 بشأن تقسيط الإجراءات منحة التراخيص. أنا دلوقتي عملت قانون إجراء منحة التراخيص، تقسيط إجراءات منحة التراخيص كنوع من تقسيط الإجراءات. دلوقتي انا اذا هل في توافق ما بين قانون 15 سنه 2019 والمركزيه اللي انا اديتها الهيئه العامه للتنميه الصناعيه بشان منح التراخيص واخد القرار ده؟ شكرا. السلام عليكم. دكتور احمد ابو غنيمه، المشرف العام على مشروع عقد التنميه. عايزين نطلع بتوصية مشروع ما شاء الله معاه نتائج كبيره جدا، بس ينقصها بعض الاليات اللي المفروض هتحقق احلام الشباب على ارض الواقع. حضرتك عندك في جلسه هتتكلم فيها باسهاب على المشروع. هل في سؤال موجه للمنصه؟ لا، هو سؤال التوصيه. التوصيه احنا لسه في اول جلسه، التوصيه دي هتيجي ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا يا فندم. على اليمين تفضل. دلوقتي هل يجوز فرض ضريبة عقارية على المشروعات الصناعية؟ ضريبة عقارية على المشروعات الصناعية، وبعدين اللي ما بيدفعش يستعملوا تبديل عشان يروح يدفع، ده يبقى فيه نوع من الازدواجية يا فندم، لأن معروف أي مشروع تجاري ما بيدفعش ضريبة عقارية، بيدفع حاجة اسمها رسم الوظائف. لكن أدفع ضريبة تجارية وصناعية وأدفع ضريبة عقارية، ازدواج ضريبة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الضريبة العقارية واجبة الزلال على مالك المنشأة، حتى لو عندي بيت ومأجره أنا بدفع كمان، أنا مش مالك، أنا واخدها من المحافظة التخصيص، مالكهالي وأدفع. وسألنا كتير في الضريبة العقارية مش راضيين بدون أي رد، ادفع وبعدين اشتغل. شكرا يا فندم، لا واضحة. آخر واحد من ورا الأستاذ النائب، اتفضل يا فندم. ملحقات تانية، مساكن او مزرعة او كده.
فدي اللي هيبقى عليها الضريبه العقاريه، لكن المصنع نفسه والمنشاه نفسه دي هتتشال لان هي فعلا غير دستوريه. قريب اللي يدفع واللي بيدفعش يتعامل له حاجه. لا اصل القانون، القانون القانون بيطبق بعد انشاء بعد سطور بعد روح المحكمه. ده لا دي ليها بقريه. بس يا سياده الهام في ما زال في مشكله في الموضوع ده، فمش يعني مش لسه لما تبقوا تطلعوا بيها ساعتها يبقى في كلام. يعني هو بالتاكيد في مشكله في الحته دي يوصل دليل عقلي على المشروع الجاي اكيد. طب بيقول كده دلوقتي دلوقتي فبلاش تتحسب بعد كده عطيه استفدت فلوس بعد ما انت عقدت عشان شكرا يا فندم. اخر تعليقين من هنا عشان خاطر انا نفسي رد بس ان مشاكل مصر كلها بالضرايب مش هتتحل ولا بالاحزاب ولا بالمجتمعات المدنيه، تحل بالتعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. انا هطلع شاب كويس، دكتور كويس، مهندس كويس، محاسب كويس، هم دول اللي هيبنوا مصر وليس حزب وليس مجتمع. هيبقى عضو حزب كويس وعضو منظم تمام. يبقى التعليم، يبقى التعليم في الاول مره اول وثاني وثالث تعليم، والتعليم هو اللي هيبقى القاصره اللي هتضر كل المنظومه بعد كده. اكيد بس منظومه الضرايب حاجه والتعليم حاجه. احنا بنتكلم صوت مصر. الحزب ماله غير الضرايب؟ الحساب ماله غير الضرايب؟ انا بس اللي قلت مصطفى من بسم الله الرحمن الرحيم. احمد حامد، مصنع الملكه المولده للمنطقه الصناعيه بالعوام. في نقطتين بنحب نتكلم عليهم. المبادره بتاعت البنك المركزي في طاقه سياده الرئيس بتاعت 200 مليار حتى هذه اللحظات يمكن ما فيش تفعيل لهذه. ليه ما فيش تفعيل؟ لان ما فيش حد يقدر يجيب بقى البنوك اللي هي هتدي الفلوس دي ويجيب المستثمرين ويشوف ايه مشاكل ده وايه مشاكل ده علشان الناس دي تستفيد من المبادره. يعني لا البنك قاعد مع المستثمر اللي هو اللي ممكن يستفيد من المبادره دي، مفيش حد، مفيش جهه رسميه تجيب البنوك اللي هي خاضعه للمبادره وتجيب المستثمرين ويشرحوا لهم الوضع ايه علشان تستفيد من المبادره دي. فنقطة. النقطة الثانية برضو من المشاكل اللي بتعاني منها المناطق الصناعية هي وجود ان في مصانع موجودة محتاجة عمالة مدربة. مفيش جهة برضو يعني تشتغل زي ما كان مبارك كول كان شغال، كان بيدرب عمالة للمصانع علشان يجي مصانع العمالة المدربة. يعني ممكن تلاقي مصنع ورا كل كبير مفيش عمالة مدربة وكل الناس عاوزه تتعين بس عمال مش مدربه يعمل فيها ايه؟ لو في جمعيه سواء جمعيه اهليه او جمعيه مستثمرين تتولى ان هي تدرب للمصانع العماله المدربه، لان عندنا نظام التعليم برضه في التعليم الفني ما بيخرجش. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. اخر تعليق وارجو ان احنا البنك المركزي ممثل معانا وفي جلسه بالكامل هتتكلم على تمويل مصرفي وغير مصرفي فهيتم الرد. يعني في جهه مسؤوله عن البنوك وعن تعاملها مع المستثمرين وبتقعد معاها ولا ما بتقعدش وبتعمل دورها ولا ما بتعملش. اتفضل يا فندم. اخر تعليق كده الاستراحه. محمد حضار رئيس جمعيه المستثمرين. ردا بس على موضوع البنك، هو احنا كجمعيه مستثمرين متواجدين وكنا عملنا، كان البنك الاهلي عمل ندوه فازور مكفره والناس برضو يعني كانوا عاملين تسريبات جدا، واحنا كجمعيه موجودين عشان نسلل العقارات ما بين المستثمر وما بين البنوك. ده دور اللي انا عايز اتكلم فيه حضرتك بقى موضوع الغرفه التجاريه، ان احنا بتحصل مننا رسوم للغرفه التجاريه والغرفه الصناعيه في الرئيس الدوليه في الدفن. وكنت اتكلمت مع المهندس طارق قليل قبل كده وعرضنا عن المشكله وكان صاحبي بتاع الغرفه التجاريه، فالى الان المشكله ما اتحلتش. يعني هم تعافوا عن الزام المستثمر باستخراج الجواب اللي هو سدد فيه الغرفه ده، هو بيعافيني لكن الرسوم ما زالت عليا وانا بدفع في الغرفه الصناعيه. يعني كل الانشطه المختلفه انواعها بتدفع في الغرفه الصناعيه وبتدفع الغرفه التجاريه 2% على راسك. فدي طبعا مشكله احنا صنعناها كده مره
والى الان ما بلناش. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. احنا هناخد بريك لمده ربع ساعه وبعدين نرجع للجلسات المتخصصه، واكيد هيبقى في فرصه ان كل التعليقات تتقال تاني والاسئله تجاوب عليها. شكرا جزيلا.